اهلا بيكم في حلقه جديده من هنا روسيا، يوم جديد من المونديال الروسي. اقيمت فيه 3 مباريات، لا يزال الحماس موجود بين جميع المنتخبات، المستويات متقاربه الى حد كبير جدا، ما عادش حد بيخاف من حد. كره القدم ما عادش فيها فريق كبير وفريق صغير، اي نتيجه اصبحت متوقعه. من دقائق الارجنتين بتخسر خساره صعبه جدا من منتخب كرواتيا الفريق المحترم جدا. ميسي ورفاقه بيفشلوا في تسجيل اي هدف في كاس العالم 2018، هل تكون البطوله الاخيره لميسي على المستوى الدولي؟ ده اللي هنناقشه في الجزء الثاني من حلقتنا مع خالد عامر الصحفي والناقد الرياضي. خلينا في البدايه نستعرض مع حضراتكم سريعا نتائج ما اهم مباريات اليوم. الدنمارك استراليا بيتعادلوا بهدف لكل فريق، النجم توتنهام الانجليزي ولاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن بيسدد تسديده قويه جدا بيسراه بتسكن الشباك مبكرة جدا في الدقيقة 7. ثم ميلي جيدينياك بيتعادل المنتخب الأسترالي بركلة جزاء مستخدما تقنية الفيديو. المباراة الثانية كانت في منتخب فرنسا واللي واصل عروضه المتذبذبة ومستواه المهزوز وفاز على بيرو بهدف كيليان مبابي في الدقيقة 34. المنتخب الفرنسي أصبح 6 نقاط وأصبح أو من ضمن المتأهلين إلى دور 16. اخيرا هنروح للمباراه الثالثه والاخيره اللي اتلعبت النهارده، الارجنتين ضد المنتخب الكرواتي. المنتخب الارجنتيني بيتلقى هزيمه صعبه جدا 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 جدا، كانت صدمه لمشجعي المنتخب الارجنتيني وايضا لعشاق ميسي اللي كانوا نفسهم ميسي يحمل لقب كاس العالم قبل اعتزاله اللاعب دوليا. النهارده الارجنتين بتبدا المباراه بهزه والمنتخب الكرواتي بيقدر يقفل مفاتيح لعب المنتخب الارجنتيني، يعني ميزا اجويرو ميسي ثلاثي هجوم الارجنتين اللي بدا اللقاء. جدا نتيجة بتؤهل المنتخب الكرواتي إلى الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراتهم الأخيرة في المجموعة. المنتخب الكرواتي الحقيقة استحق جدا التأهل وهنتكلم بشكل مفصل عن هذه المباراة لاحقا. خلينا نروح لمجموعة من أهم الأخبار النهاردة. زي ما قلت لحضراتكم الأرجنتين بتتلقى هزيمة قوية جدا من المنتخب الكرواتي، سقط في فخ الهزيمة وأصبح موقفه معقد جدا 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 جدا. لوكا مودريتش أفضل لاعب في المباراة. خلينا نروح للمباراة الثانية، مبابي بيقود المنتخب الفرنسي للفوز في الدقيقة 34. المنتخب الفرنسي رفع رصيده إلى 6 نقاط بينما ودع الفريق البيروفي المنافسات، خسارة ثانية لمنتخب بيرو لكن برضو دون أي نقاط. الدنمارك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، اما استراليا في المركز الثالث عندها نقطه. اخيرا بيرو بلا اي نقاط. يمكن المنافسه بقى هتبقى بين الدنمارك واستراليا مين اللي يقدر يحسم صراع البطاقه الثانيه، وان كنت اتصور يعني انه الدنمارك بالعناصر اللي موجوده فيها والخبرات وايضا كريستيان إريكسن نجم توتنهام اللي انا اتكلمت عنه قبل البطوله، قلت انه هيبقى واحد من اهم اللعيبه اللي في العالم وهينتقل الى نادي اكبر من توتنهام في الفتره المقبله. وصل دييغو مارادونا دعمه لمنتخب بلاده الأرجنتين وظهر في ملعب مدرجات نوفوغورد الذي يستضيف مواجهة التانجو أمام كرواتيا والتي انطلقت في الثامنة مساء اليوم. مارادونا حقق مارادونا كان بيبكي على حال الأرجنتين بعد الخسارة. في البداية كان رفع قميص ميسي لكنه في بعد المباراة كان بيبكي بعد خلال تواجده في المدرجات، وده بعد الهدف الثالث. هزيمة الحقيقة صعبة جدا، فكرة انه بتشوف لاعب كبير جدا زي مارادونا في يبكي، ده طبعا حاجه محزنه جدا لكل محبي كره القدم. دايما كده نفسنا نشوف الاساطير، لانه خد فرصه برضو في تدريب المنتخب الارجنتيني في 2010 في كاس العالم وخرج من دور الثمانيه، كانت هزيمه قاسيه جدا في دور الثمانيه بربعيه نظيفه. طيب المنتخب الدنماركي بيحسم تأهله إلى دور 16، أجل حسم تأهله بعد التعادل أمام أستراليا 1-1. المباراة النهاردة
كانت الساعة 2 المنتخب سجله كريستيان إريكسن نجم توتنهام في الدقيقة 6، ثم تعادل جيدينياك في الدقيقة 38 من ضربة جزاء فيها تقنية الفيديو. النهاردة أكتر كأس عالم في ضربات جزاء النهاردة بسبب هذه التقنية، المنتخب الدنماركي زي ما قلنا 4 نقاط، أما المنتخب الفرنسي 6 وإستراليا 1 وبيرو مفيش. المنتخب الدنماركي كسب بيرو 1-0 في الجولة اللي فاتت، أما إستراليا خسرت من فرنسا 2-1. إن شاء الله إستراليا مع بيرو يوم الثلاث في نفس التوقيت هيلعب الدنمارك مع فرنسا، وزي ما قلت لحضراتكم فرصة كبيرة جدا للدنمارك وفرنسا إنهم يتأهلوا إلى دور الـ 16. هنبعد بقى شويه عن مباريات النهارده ونروح للمنتخب العربي المغربي اللي كان ودع منافسات كاس العالم. النهارده هيرفي رينار مدرب المنتخب المغربي بيدرس الدفع بمجموعه من العناصر الجديده في مواجهه اسبانيا يوم الاثنين. المنتخب خلاص خرج ودع رسميا، خسر ماتشين 1-0 بنفس النتيجه امام ايران ثم بنفس النتيجه امام البرتغال. هيرفي رينار هيمنح الفرصه لبعض اللاعبين ابرزهم حمزه منديل، يوسف النصيري، وياسين بونو. هتصور المنتخب المغربي هيقدم مباراة مفتوحة وهيلعب بقى بدون حذر لأنه لم يعد أمامه ما يخسره. هذه هيرفي رينار اللي أمامنا على الشاشة واجتمع باللعيبة والنهاردة قال لهم لازم نقدم العرض المنتظر من الكرة العربية المغربية، لأنه المغرب الحقيقة النتائج اللي قدموها في المباريات الودية ما كانتش بتقول إن هم هيطلعوا من الدور الأول، ما كانتش بتقول إن هم هيتلقوا هزيمتين، ما كانتش بتقول إن هم مش هيسجلوا ولا هدف. البعض كان بيعول على المنتخب المغربي في تقديم صورة طيبة للكرة المصرية بالكرة العربية والأفريقية أيضا. خلينا نروح للمنتخب الإنجليزي ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي اللي كان قلنا امبارح إنه كان تعرض لخلع في الكتف كده، إنه هو محتار النهاردة في تشكيل مواجهة بنما. عنده قرار مهم جدا محتاج ياخده، وهو إنه لازم يستبعد رحيم ستيرلينج لاعب المنتخب الإنجليزي ولاعب مانشستر سيتي لصالح ماركوس راشفورد نجم المنتخب الانجليزي ومانشستر يونايتد. ستيرلينج مانشستر سيتي فشل في القيام بدعم هاري كين في المباراه اللي فاتت، وستيرلينج ما احرزش اي هدف خلال 21 مباراه. ستيرلينج منذ اكتوبر 2015 لم يسجل اي هدف مع منتخب انجلترا، وتحديدا من مباراه استونيا في اكتوبر 2015. بشكل عام ستيرلينج احرز هدفين فقط في اجمالي 29 مباراه مع منتخب بلاده، لكنه مقدم مستوى عظيم جدا مع فريقه السنه دي. اما راشفورد فشارك كبديل في مواجهة تونس وأسهم في نجاح إنجلترا في تسجيل هدف هاري كين الثاني في الوقت بدل الضايع، كان 3 نقاط مهمين جدا. هنروح للجزء المتعلق بأخبار المنتخب المصري، المنتخب اللي بيستعد لمواجهة السعودية يوم الاثنين المقبل في ختام منافسات كأس العالم. هنا بوريدا رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قال إن الاتحاد بصدد تقديم شكوى ضد التحكيم في مباراة روسيا. كان المنتخب خسر المباراة زي ما حضراتكم تابعتم 3-1، تلاشت معها أمال الفراعنة في العبور للدور الثاني. أبو ريدة اتكلم في تصريحات للإعلاميين بعد مران اليوم واتكلم، قال إن تقنية الفيديو لم تحقق العدالة في مباراة روسيا رغم إن إحنا خدنا ضرب الجزاء. سنخاطب الفيفا بهذا الشأن، كان الحكم حسب ضرب الجزاء لصلاح مستخدما هذه التقنية، لكنه التغاضى عن ضرب الجزاء كانت أكثر وضوحا الحقيقة لمروان محسن في الشوط الثاني، كان ممكن تغير كثيرا من ملامح هذه المباراة. ثم بعد التصريحات اللي أشارها أنيا بويدا وكلمنا فيها، ملف مهم جدا هو ملف مستر هكتور كوبر المدرب الأرجنتيني. البعض كان بيقول أنه هيجدد، لكن النهاردة صحيفة جزائرية كشفت عن دخول مستر كوبر في مفاوضات مع الاتحاد الجزائري، ودخل ضمن الترشيحات لقيادة المنتخب الجزائري في الفترة المقبلة. كوبر تعرض لعديد من الانتقادات بعد خسارة مصر من روسيا 3-1، وهو على طول أصلا بينتقد، يعني مش بس بعد هذه الهزيمة، والمنتخب كان ودع هذه البطولة والاتحاد الجزائري بيتفاوض مع كوبر لتولي المسؤولية في الفترة المقبلة. وفقا لصحيفة الجزائر الآن، فإن خير الدين زاتشي رئيس اتحاد الكرة الجزائري وضع كوبر ضمن حساباته من أجل قيادة محاربي الصحراء بدلا من رابح ماجر، والذي سيرحل بنهاية الشهر الجاري بعد النتائج السيئة اللي حققها. كوبر هينتهي عقده مع اتحاد المصري لكرة القدم السنة دي، وهيبقى صعب جدا انه يجدد تعاقده وسط حالة من الغضب اللي منتشرة في هذه الأثناء بسبب نتائجنا السلبية في كأس العالم. هنروح، انتوا عارفين احنا في روسيا شاركنا كأس العالم لأول مرة بعد 28 سنة، يمكن انتصارنا الكروي ما كانش قد كده، يمكن كنا منتظرين اكتر، لكن احنا حققنا فعلا نتائج واهم انجازات اهم على الصعيد الترويج للسياحة والترويج ايضا للاستثمار في مكاسب عديدة حققناها. خلينا نشوف اللي قالته الدكتورة رانيا المشاط
وزيرة السياحة في حوارها مع السي ان ان. وسنرجع لحضراتكم مرة تانية. We want to start targeting a generation that is looking for excitement, is looking for authenticity, is looking to experience something that they might not necessarily see and definitely will not be able to experience in other places. Egypt's tourism minister, and she was at tonight's game, and the minister joins me now on the line. Obviously, minister, we would be better off talking if the team had won rather than lost. But it's not over yet. I mean, there is still some hope. Was it a good match? Yes, well, naturally, like other fellow Egyptians, I'm saddened with the that we couldn't progress further. But again, the Pharaohs gave it their best at the pitch, and they did very well in Uruguay's match last week. And all of them represent the nation in a good way. Now, you have decided, or Egypt's decided, to become a regional sponsor of FIFA, which is very interesting, bearing in mind many countries have decided, or at least companies have decided, until, you know, with FIFA reforms in place. What advantage do you think it brings to you and to Egypt to be a regional sponsor, or to be a sponsor of FIFA? Yes, of course. I mean, sponsoring the World Cup comes for two reasons. We wanted to support the nation's great achievement to reach the tournament after 28 years of absence. We also wanted to promote Egypt to the massive global audience. The World Cup is one of the most viewed tournaments worldwide. The viewership is in the billions. We're targeting people all over the world, and we're trying to use our edge with technology, innovative ideas to be able to attract more audiences and more tourists and investors to Egypt. As you try to turn, you get millions of visitors anyway. I suppose, who are you attracting? Who are you hoping is going to come to Egypt? What's the tourist that you want? We want a tourist to come and not only visit our site, but we want them to live the experience of Egypt. And that's what we're trying to do here in Russia. We have different venues, a fan zone which is dedicated to Egypt. We want people to experience our music, experience our food, get a taste of what the country has to offer. We have a competition where you can win a holiday to Egypt. It's called Cheer Like an Egyptian, similar to the song in the past, which was Walk Like an Egyptian. So now we have Cheer Like an Egyptian on Instagram, on Twitter, on Facebook. The most liked, uploaded pictures and videos will get a chance to come on a dream trip to Egypt. There will be 60 lucky winners. We also have Facebook and Snapchat filters, right, where you can download and really experience part of the World Cup with us. Right. So, are you going to get a chance to see Mo Salah before he leaves? Are you going to get a chance to say, hey, well done anyway, and good to have you, and see you back home? Well, we all watched Mo Salah today, and everyone cheered for him in the stadium. Of course, his injury last month was one which was quite tough, not just for him, but for all the Egyptians that were following. And we wish him all the best, and there's definitely a chance to meet up and tell him we're still all behind him, and we're looking forward to the next match. Looking forward to the next match indeed. Minister, I'm sure you'll enjoy it, and we'll talk more. Thank you, as always. ده كان جزء من حوار دكتور داليا المشاط وزيرة السياحة مع CNN حول الاستفادة من كأس العالم في الاستثمار والترويج أيضا للسياحة في مصر. هروح للسوشيال ميديا والتعليقات اللي انتشرت في الفترة اللي فاتت بعد هزيمة الأرجنتين. يمكن زميلتنا علا حجازي رصدت آخر ما كتبه الناس. يا علا، يمكن الناس مش مصدقة لسه أن الأرجنتين اتغلبت 3-0 من كرواتيا. أصداء الهزيمة وتوابع هذه الهزيمة معاكي في السوشيال ميديا، اتفضلي. فعلا في تعليقات كتيرة جدا على السوشيال ميديا بسبب هزيمة منتخب الأرجنتين. فصالح العمري لاعب نادي الأهلي السعودي علق على طريقة لعب مدرب منتخب الأرجنتين خورخي سامباولي، وقال حتى قبل ما تنتهي المباراة أن المدرب حلف ما يتأهل. وبذكر منتخب الأرجنتين، نشر الصحفي الإنجليزي ريتش فاي صورة لملابس لاعب منتخب الأرجنتين سيرغيو إجويرو قبل المباراة. الطريف في الصورة أن واقي الساق الخاص بأجويرو مطبوع عليه صورة كابتن ماجد، شخصية الكرتون اللي حببت الكثير مننا في كرة القدم في طفولتنا.
نجم منتخب انجلترا السابق والمذيع الحالي بقناه بي بي سي سبورت جاري لينكر مازح كيليان امبابي مهاجم منتخب فرنسا، وقال ان امبابي سرق الهدف اللي سجله من زميله اوليفر جيرود، لكن رجع وقال انا حبيت اللي عمله امبابي فهو مهاجم زي ما قال الكتاب. احمد حسام ميدو وجه رساله لمشجعي المنتخب الايطالي اللي لم يحالفوا الحظ باللعب في كاس العالم، وقال لهم ما تخافوش وما تحزنوش على غياب ايطاليا، فمدرب المنتخب الفرنسي ديدييه تشيامب بيقدم لكم المنتخب الايطالي بالفرنساوي. ميدو كان ليه برضو تغريده النهارده مهمه قال فيها اننا لازم ننسى السرعات ونبطل نهدر طاقتنا فيها، واننا لازم نركز على تطوير لاعبتنا ومدربينا ومسابقاتنا المحليه، ده بالاضافه لتطوير عقليه اللاعبين، وشدد على اننا لازم يكون حلمنا اننا نهزم المنتخبات العالميه من اوروبا وامريكا اللاتينيه، وقال برضو ان بعد 10 سنين لازم تكون عندنا خطه واضحه للتطوير. المعلق الرياضي الإماراتي علي سعيد الكعبي كان ليه تغريدة النهاردة اتكلم فيها عن حجج بعض المدربين بعد الخسارة، واستشهد بكلام روبرتو دي ماتيو لاعب المنتخب الإيطالي السابق اللي قال إنه ما بيؤمنش بمسمى الضغوطات في كرة القدم، واللي بيؤمن بكده يجب عليه إن هو يقعد في بيته، ويختم كلامه باستغرابه من صدور التصريح ده إن من 90% من مدربي ولاعبي وإداري كأس العالم. أشاد حساب إندي فوتبول التابع لصحيفة الاندبندنت بالجمهور السعودي اللي اهتم بجمع مخلفاته بعد انتهاء مباراة فريقه مع منتخب الأوروغواي، ونشر الحساب صورة للعدد من الجمهور السعودي وهم حاملين أكياس بيضعوا فيها القمامة. شكر نبيل معلول المدير الفني للمنتخب التونسي حارس مرمى معز حسن اللي اتصاب في المباراة الأولى للمنتخب التونسي في كأس العالم أمام إنجلترا، وقال عبر حسابه على تويتر شكرا على كل ما قدمته رغم الفترة الوجيزة، شكرا على انضباطك، شكرا على احترافيتك العالية، شكرا على كل شيء، شكرا معز وقدر الله ما شاء فعل. بكده عطية تكون انتهت أخبار السوشيال ميديا النهاردة، تعود الكلمة ليك مرة تانية في استوديو هنا روسيا. بشكرك جدا يا علا حجازي زميلتنا كانت معانا وقالت لنا ايه اللي حصل على السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت. انا هطلع بحضراتكم فاصل سريع ثم اعود مع ضيفي الاستاذ خالد عامر الصحفي والناقد الرياضي. بجد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني من هنا روسيا، ضيفي وضيف حضراتكم الاستاذ خالد عامر الصحفي والناقد الرياضي لموقع اس الاسباني في نسخته العربيه. خالد مساء الفل، اهلا بيك معانا. مساء الفل، بمسي عليكم وعلى المشاهدين جميعا. حبيبي بقول لك النهارده الارجنتين مباريات اليوم حاله من الجدل، لكن النهارده المنتخب الارجنتيني بيخسر 3-0. الكثير من الناس لم يكن احد يتوقع هذا المستوى بعد مباراتين الارجنتين بيحسب نقطه واحده. رايك في مستوى المنتخب الارجنتيني؟ هو المنتخب الارجنتيني قبل المونديال التوقعات حاجه وبعد المونديال التوقعات حاجه ثانيه. خلينا نبدا انه قبل المونديال في حاله من السخط الشديده جدا على خورخي سان باولي، استبعاد ايكاردي الابرز في قائمه الارجنتين، او حاله السخط الابرز كانت استبعاد ايكاردي مهاجم انتر ميلان، الاستعانة بأجويرو البعيد عن مستواه جدا مع مانشستر سيتي، الاكتفاء بثلاث مدافعين تقريبا محدش فيهم لعب قبل كده على مستوى عالي زي كاس العالم، روخو البعيد عن مستواه مع مانشستر يونايتد ما بيلعبش خالص يعني بعيد عن المشاركة وبعيد عن المستوى خالص. التوقعات كانت انه خط الوسط الهجوم شوية عندك لعيبة عندها قدرات عالية ابرزهم طبعا الخرافي ليونيل ميسي، كل ده قبل المونديال حاله من السخط المصحوبه بامل من جانب مشجعين الارجنتين ان هي تعمل حاجه او ثقه ان هي تعمل حاجه. بعد المونديال حاجه ثانيه خالص، الترشيحات بعد نهايه الدور الاول التعادل الاول مع منتخب ايسلندا العادي، مش هقول ضعيف ومش هقول قوي، منتخب ايسلندا منتخب عادي جدا، منتخب مكافح جدا بيلعب كوره منطقيه بالنسبه له، اول مره يتاهل كاس عالم فمنطقي جدا ان هو يلعب بالاسلوب ده، بس ان هو يحقق النتيجه دي كانت مفاجاه كبيره جدا. طيب منتخب بيتاهل لاول مره في حياته، المفروض ان انا ابقى قادر على التعامل معاه، هو احرز هدف، المفروض ان انا يبقى عندي حلول بديله، اعرف انا منتخب كبير، منتخب حاصل على كاس عالم مرتين، منتخب بيملك افضل لاعب في العالم 5 مرات،
يملك تشكيله من النجوم، المفروض ان ابقى قادر على التعامل مع مفاجاه زي دي، خاصه ان الهدف جه مبكر قوي، كان قدامهم لسه فرصه ان هو يفشلوا في الوصول الى مرمى ايسلندا بالشكل ده. طبعا مش هنذكر ركله الجزاء بتاعت ليونيل ميسي اللي اهدرها، ان ده وارد في كره القدم، بس ان انت تفشل في ايجاد حلول للوصول الى مرمى ايسلندا فده فشل ذريع. تلاها الفشل الاعظم بالخساره 3-0 من منتخب كرواتيا. هنرجع لمباراه كرواتيا، لكن هنشوف تقرير عن مباريات اليوم والنتائج اللي حصلت فيها، ثم نرجع نستكمل حوارنا مره ثانيه. صدق أو لا تصدق، منتخب يقوده ليونيل ميسي مهدد بالخروج من الدور الأول من نهائيات كأس العالم 2018. المنتخب الأرجنتيني تلقى منذ قليل خسارة قاسية من نظيره الكرواتي بثلاثية بيضاء، ليتجمد رصيد رفقاء ميسي عند نقطة واحدة من مبارتين. الفريق الكرواتي ضرب بقوة في الشوط الثاني محرزا 3 أهداف بأقدام كل من ريبيتش والقائد لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش، ليتصدر بها أبناء المدرب صدارة المجموعة الرابعة. تألق الفرق الأوروبية أمام فرق أمريكا الجنوبية تواصل اليوم بتحقيق فرنسا فوزها الثاني في المونديال، وهذه المرة على حساب منتخب البيرو بهدف نظيف سجله اليافع كيليان مبابي، ليرتفع رصيد الديوك الفرنسية إلى النقطة 6 في صدارة ترتيب المجموعة، ويتأهل بطل كأس العالم عام 1998 إلى دور 16 قبل المواجهة الثالثة أمام المنتخب الدنماركي. هذا الأخير حقق نتيجة إيجابية بالتعادل مع نظيره الأسترالي بهدف لمثله، ليخرج بعدها الأستراليون من اللقاء معبرين عن رضاهم التام عن لقاء فريقهم. بينما في المعسكر الدنماركي رأى المشجعون أن الحظ لم يقف بجانبهم واستحقوا أن يفوزوا بالمباراة، واضعين اللوم على تقنية الفار الذي حرم منتخبهم من الفوز. نجم الدنمارك كريستيان إريكسن أحرز هدف منتخب بلاده الوحيد، منهيا بذلك عقد صاحب القميص رقم 10، حيث آخر من سجل به هدفا للدنماركيين في كأس العالم هو مايكل لاودروب منذ 10 أعوام. مرة تانية برحب بحضراتكم وهرجع لي خالد عامر الصحفي الرياضي. خالد، هل كان الأرجنتين في حاجة إلى أسماء أخرى زي إيكاردي بدلا من الأسماء الموجودة؟ ده بالتأكيد، سواء أسماء من داخل المنتخب القائمة النهائية اللي بتشارك في المونديال أو أسماء من الخارج. إذا ذكرنا أسماء من خارج المونديال فالاسم الأبرز زي ما قلنا هو إيكاردي. إذا ذكرنا أسماء من داخل المنتخب، المباراة الأولانية اللي كنا بنتكلم عنها مباراة أيسلندا كان بيشارك فيها لاعب أسي ميلان الإيطالي اسمه لوكاس بيليا، ده بيلعب في خط النص، لعيب عنده قدرة عالية جدا على مدورة الكورة في وسط الملعب، لعيب بيعرف فين الكورة من النصف الخلفي إلى النصف الأمامي. أوكي، قدم مباراة سيئة زي أي لعيب في الحياة ما بيقدم مباراة سيئة. خورخي سان باولي خرجه من نص الماتش واعلن ان هو القائمه اللي جايه هيكون فيها تغييرات كتير. المباراه الثانيه بيبدا بانزو بيريز وبيبدا بسالفيو وبيبدا بمجموعه من العناصر وبيبدا بماسكيرانو، مجموعه من العناصر ما عندهاش القدره على ان هي تنقل الملعب من نص ملعب الارجنتين الى منتصف ملعب كرواتيا امام منتخب اساسا الحاجه المميزه فيه جدا هو خط وسطه. تتكلم على خط وسط مع الوضع في الاعتبار انه دالتش المدير الفني لكرواتيا ما بيعتمدش على كوفازيتش نجم ريال مدريد الاسباني. تمام، هرجع تاني للارجنتين، لكن هنرجع سريعا للمنتخب المصري والمواجهه المرتقبه مع نظيره السعودي. انا معايا على التليفون الاستاذ ابراهيم عقيلي رئيس القسم الرياضي بجريده عكاظ السعوديه من موسكو. يا استاذ ابراهيم برحب بحضرتك معانا في برنامج هنا روسيا، وتوقعاتك للمواجهه بين مصر والسعوديه. توقعات حضرتك للمواجهة المرتقبة بين المنتخب المصري والمنتخب السعودي، ديربي عربي، شايف المباراة تبقى ازاي؟ اهلا وسهلا، اهلا بيك. الله يعافيك. متى الساعة كم؟ استاذ ابراهيم؟ توقعات حضرتك للمواجهه، بس احكي عن مباراه مصر والسعوديه المرتقبه في كاس العالم، شايف المباراه تمشي ازاي فنيا؟ الو
الاستاذ ابراهيم عقيل رئيس القسم الرياضي بجريده عكاظ السعوديه. سامعني؟ طيب بس متى طيب. اذا هنعاود الاتصال مره ثانيه بحضرتك، يبدو انه في مشكله فنيه. عوده الى الارجنتين والاداء غير المتوقع والنتيجه غير المرضيه، بتشوف ان النتيجه دي بتهدد مشوار الارجنتين في التاهل للدور الثاني؟ قطعا. الارجنتين من مباراتين معاها نقطه واحده مقابل نقطه لايسلندا، لسه هتلعب ماتش بكره مع نيجيريا. بتتكلم في اربع نقط حصل عليهم المنتخب، انا اسف، الكرواتي. ست نقط انا متاسف حصل عليهم المنتخب الكرواتي وضمن تاهله خلاص. منتخب الارجنتين اصبح امامه فرصه وحيده فقط لا غير، هي انه نيجيريا تكسب بكره او تتعادل، وهو يكسب الماتش الاخير مع نيجيريا وايسلندا تخسر حزبة بيرما. مصر خرجت بدري بدري عشان تسيب حزبة بيرما للأرجنتين تحتاز بيها هي. بتاعتنا احنا الحزبة. احنا متخصصين في حزبة بيرما. طبعا بتهدد مشاركتها في الدور الثاني، إلا إذا ظهر السوبرمان الكرة الأرجنتينية مرة أخرى زي ما عمل في التصفيات وأحرز ثلاث أهداف في المباراة الأخيرة في التصفيات، يظهر مرة أخرى في آخر مباراة ويقدر ينجدهم يعني. بس المرة دي مصيرهم مش بإيديهم. أنا عايز أسألك عن الثلاثي الهجومي، ميزة أجويرو ميسي، هل كان أفضل إشراك ديبالا من بداية المباراة؟ طبعاً. ده كان قبل أستاذ إبراهيم ما يجي معنا، كان من ضمن الأسماء اللي احنا بنتكلم عليها من جوه المنتخب. احنا اتكلمنا على لوكاس بيليا اللي هو قادر على نقل الهجمة، وبنتكلم على عدد من اللعيبة اللي عندهم سرعات يقدروا يخلصوا بيها المباراة، يقدروا عندهم حلول فنية حتى حلول فردية. عندك ديبالا، عندك ديماريا، عندك لعيبة كواليتي عالي جدا تقدر تخلص حتى لو بحلول فردية. الاعتماد على ميسي فقط لا غير ده شيء غير مجدي. مودريتش عقب المباراة بعد انتهاء المباراة بتاعت كرواتيا والأرجنتين طلع قال لك انه ميسي لعيب خرافي، هيز انكريدبل، بس هو مش هيعرف يعمل حاجة لوحده. كرة القدم السوبر ستارز فيها لازم بيحتاجوا المساعده، وده حقيقي. ما ينفعش باي حال من الاحوال ان احنا نعتمد على، عارف التصريح الاشهر او مش التصريح، المثل الاشهر اللي بيتقال في وسط الشباب اللي هو ميسي والعشر خشبات. ما ينفعش ابدا منتخب بقدره وقوه وتكامل منتخب الارجنتين يبقى اسمه ميسي والعشر خشبات. هل المنتخب الارجنتيني هو منتخب عشر خشبات؟ يعني لما نقول ديبالا نقول هيجوايين، يعني نقول اجويرو، دول خشبات؟ لا مش خشبات. ما هو ده المنطقي ان هم ما يبقوش خشبات. بس احنا بنتكلم على الشكل الفني في الملعب. الشكل الفني في الملعب مش موجود. طيب الحلول الفرديه في الملعب برضو مش موجوده. احنا ما عندناش دلوقتي، ما بنتفرجش غير على ليونيل ميسي بيحاول بيجتهد في وسط الملعب، طبعا محاط بزغابه من الارجل وزغابه من اللاعبين عشان خاطر يمنعوا خطورته، وفي المقابل بقيه اللعيبه. طب مش ميسي عليه تكتل واللعيبه كلها مركزه معاه، فين بقيه عناصر المنتخب؟ فين اللاعب اللي عنده القدره على ان هو يهدد مرمى الخصم في حاله غياب ميسي، سواء بسبب فورمته قليله، بسبب رقابه لصيقه، بسبب اي حاجه؟ مفيش. فاحنا لما بنتكلم ميسي والعشر خشبات ما بنقولش انه ده المنطقي، احنا بنقول انه ده الواقع. طب ما احنا عندنا البرتغال، لو هتكلم 10 خشبات يبقى البرتغال هم ال 10 خشبات. لا خالص، لا خالص، احنا بنتكلم على منتخب البرتغال. منتخب البرتغال سايب صوره ذهنيه عند الناس ان هو منتخب ال 10 خشبات باستثناء النجم الاوحد. قبل كده كان فيجو، قبلهم باوليستا، قبلهم دلوقتي كان رونالدو. دلوقتي كان رونالدو لانه دلوقتي ما بقاش رونالدو. دلوقتي عندك كواريزما، عندك برناردو سيلفا، عندك جيلسون مارتينيز، عندك اندريا سيلفا، عندك لعيبه في خط النص زي جواو ماريو، عندك زي جواو موتينيو، عندك لعيبه في خط الدفاع، عندك لا في نجوم. من الوارد جدا زي منتخب البرازيل، زي منتخب الارجنتين، زي منتخب البرتغال، زي منتخب مصر، زي منتخبات كتير جدا بتعتمد على نجم اوحد بس عنده كتيبه اخرى من النجوم الاقل، او مش نجم اوحد، بتعتمد على اللعيب الخارق، بتعتمد على السوبر هيرو، ميسي، رونالدو، صلاح، نيمار، بتعتمد على السوبر هيرو. ولكن في المقابل بيبقى في لعيبه اخرى بتسنده. لا انا مختلف معاك، انا بشوف ان المنتخب الارجنتيني اقوى بكتير كسكواد من المنتخب البرتغالي. بس خلينا نروح للمنتخب الفرنسي، منتخب فرنسا. البعض كان الكثير كان يرشحه للفوز بكاس العالم، لكن المستوى اللي بيقدمه لغايه دلوقتي ما بيقولش كده. انا اعتقد انه من المبكر
ان احنا نحكم على انا واحد من الناس اللي بيرشحوا فرنسا للوصول بعيدا في المونديال. ما بقولش ان هم ممكن ياخدوا البطوله بس على الاقل هيصلوا بعيدا فيها. من المبكر ان احنا نحكم عليهم خاصه ان هم في اول ماتشين واخدين اللي هم عايزينه، واخدين 6 نقاط، متاهلين للدور التالي، بيلعبوا اداء متوازن الى حد ما دفاعيا وهجوميا. الهدف الوحيد اللي دخل مرماهم حتى الان هدف بخطا ساذج من أومتيتي مدافع برشلونه، اللي هو نفسه طلع اتريق على نفسه في انستجرام بعد كده وعمل صورته كانه بيلعب باسكت بول. فلا هو منتخب منظم حتى الان، عارف يوازن ما بين الدفاع والهجوم. ما ننكرش ان هو ما بيقدمش المستوى اللي احنا كنا مستنيينه، خاصه ففي زخم من اللعيبه الاقوياء جدا فنيا، بس برضو خلينا نقول انه لعيبه في كتير منهم اول مره بيلعبوا كاس عالم، زي مثلا امبابي اصغر لاعب في او تاني اصغر لاعب في المونديال، اصغر لاعب فرنسي في تاريخ كاس العالم يحرز هدف لفرنسا. عندهم شويه قله خبره تشفع لهم الاداء لحد دلوقتي، بس اذا اتكلمنا عن الادوار اللي بعد كده فيجب ان يتجاوزوا قله الخبره دي سريعا لو كانوا عايزين يكملوا بعد كده. امبابي، جيرو، جريزمان، هل هو الثلاثي الافضل ام من الافضل مشاركه ديمبلي مثلا؟ ديمبلي انا متحفظ عليه بدنيا. ديمبلي لا، ديمبلي كويس قوي ان هو بيشارك في الشوط الثاني. ديمبلي لعيب مهاري جدا، سريع جدا، رجله كويسه على الجون، بس بيعاني شويه من الناحيه البدنيه، ان هو ما بيعرفش يكمل الماتش لاخره، او ان هو ما بيؤديش ال 90 دقيقه بنفس المستوى. فهو بيبقى من الافضل انه ديديه ديشام ينزل ديمبلي في الشوط الثاني لما يبقى هو فايق شويه واللعيبه اللي قدام منه قالوا بدنيا شويه. عندي تحفظ بس على استبعاد لاكازيت من قائمه فرنسا النهائيه. مهاجم الارسنال طبعا، مهاجم الارسنال. لاكازيت مهاجم بيتمركز صح جدا، عانى شويه في الارسنال من سوء توفيق، عانى شويه من عدم تركيز في بدايه تواجده مع الارسنال، بس في الحسابات الاخيره لاكازيت مهاجم قوي، مهاجم بدنيا ينفع يبقى محطه، ينفع بيخلص على الجون، بيشاكس في منطقه بدنيا، حتى ينفع يلتحم فيغلط المدافعين. استبعاد لاكازيت هو ال ال ال, ال, ال الغلطة الأبرز في تشكيلة ديشام. طيب هسألك عن لاكازيت، هل هو الاسم الوحيد اللي عليه جدل، ولكن في ولا بتشوف ان في اسماء تانية زي مارسيال مثلا كانت تستحق الانضمام للمنتخب؟ مارسيال انا واحد من الناس اللي شايف ان مارسيال طبعا لازم يستحق الانضمام، بس مارسيال كان بيعاني جدا في مانشستر يونايتد من معرفش هل هو تهميش او عدم اقتناع من جانب جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي. معرفش اذا كان هو مش مقتنع بيه او ان هو بيهمشه لان هو مش عايزه في الفريق او وفي اخبار كتير تناقلت في الايام الماضيه عن انه خلاص قرب يمشي من مانشستر يونايتد وفي عروض من كذا وكذا وكذا، بس هو كان يستحق الوجود. ممكن ما يبقاش في الفورم قوي بس يستحق الوجود. بس لو بصينا لتشكيله فرنسا هنلاقي ان المركز بتاع مارسيال فيه لعيبه كتير جدا قادره على القيام بالدور ده. فكان المفضله بالنسبه للمدير الفني لفرنسا هل ازود حد تاني في الناحيه دي ولا ازود حد تاني في خط الوسط يبقى قادر على السيطره على خط الوسط. فهو رجح كفه خط الوسط وبدا يعمل كثافه عدديه في الاختيارات في خط الوسط. انا بالنسبه لي مارسيال غير مقبول عدم وجوده، وفي نفس الوقت هو مقبول عدم وجوده، ليها مبرر، بس لاكازيت انا مش شايف لها اي مبرر. في طبعا بخلاف رابيو، احنا عارفين المشكله اللي رابيو عملها، فده بخلاف رابيو لاعب باريس. طيب اسالك عن اداء فرنسا الهجومي، 3 اهداف في مبارتين، هل ده رقم مقلق بعض الشيء؟ مش مقلق ومش كويس، يعني احنا بنتكلم على منتخب روسيا مدخل 8 اهداف في ماتشين، بنتكلم على منتخبات صغيره الى حد ما مدخله نفس عدد الارقام ده. بنتكلم على منتخب كرواتيا مثلا، كرواتيا مدخله 5 اهداف في ماتشين. فهو بالنسبه لو قارنتها بالنسبه للمعدل التهديفي العادي هو ممكن يبقى مقلق، بس لو قارنتها باداء فرنسا شخصيا فهنلاقي انه التوازن الدفاعي الهجومي اللي ديشامب عامله في قائمه المنتخب الفرنسي او في اداء المنتخب الفرنسي بيحتم عليه ان هو مش هيجيب جوان كتير، بس على الاقل بيخلص الماتش بالطريقه اللي هو عايزها. لو قارنا مقارنه سريعه ما بينها طبعا مع اختلاف الاداء ومع اختلاف النتائج، بس لو قارنا مقارنه سريعه هنلاقي انه عادي ان انت تلعب بالطريقه دي زي منتخب مصر. فاهم قصدي؟ انا معايا على التليفون على ذكر منتخب مصر الاستاذ النائب رضوان الزياتي، وكيل لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب. سيادة النائب مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بيك.
تابعت ازاي المشاركة المصرية في كأس العالم وهي اهم النقاط الايجابية اللي ممكن نبني عليها لما هو قادم؟ برافو عليك، احنا نشوف النقاط الايجابية برضو ونشوف النقاط السلبية، يعني نستفيد منها الاخطاء اللي احنا بنكررها كل مرة وبنستفيدش منها، لا احنا عايزين نبني على الايجابي، والايجابي انه احنا المشاركة ان احنا وصلنا كأس عالم، ده اهم حاجة ايجابية انه احنا روحنا كأس العالم بعد 28 سنة ما عرفناش نروح كأس العالم. كويس؟ طيب انا يعني ايه الاخطاء اللي انا وقعت فيها؟ الاخطاء اللي انا وقعت فيها ان انا المدرب كوبر كل الناس كانت مركزة على ان هو لا يصلح لقيادة المنتخب في كأس العالم، هو وصلني كأس العالم يشكر. لكن احنا حاولنا ان هو يطور ويغير من طريقته ما غيرش. انا ما جيش بقى وان انا اتفاوض معه واقول له تستمر قبل كأس العالم، لا انا كنت المفروض طالما ان انا هو وصلني كأس العالم وهو يروح ياخد الفريق في كأس العالم اقيم اداؤه في كأس العالم، لانه هو اي حد تحكم عليه سواء لاعب او مدرب تحكم عليه الحكم الصحيح والمنطقي والموضوعي من خلال اداؤه في كأس العالم. يبقى انا اقيم انا التجربة بتاعتي في كأس العالم كمدرب، خلاص هو اثبت فشله حتى لو فاز على السعودية. طيب السعودية ومباراتنا امام السعودية ازاي ممكن يكون شكلنا احسن في الملعب؟ ازاي نحقق نتيجة ايجابية امام المنتخب السعودي؟ ما انا هقول لحضرتك، يعني انا انا دلوقتي بقيم، انا وهدخل لك انا في مباراة السعودية، انا بقيم اللعيبة، شوف اللعيبة اللي هي تنفع تلعب في كأس العالم ده ابقى عليها، اللعيب اللي هو خلاص اثبت ان هو لا يجيد اللعب في كأس العالم ما ابنيش عليه. يعني انا دلوقتي لازم اجيب مدرب عالمي، لازم اللعيبه الاختيارات بتاعتي تبقى اختيارات دقيقه، واللعيب اللي هو يملك القدره على ان هو يلعب في المحفل العالمي، عايز اعمل مباراه وديه على طول، العب احتك بمنتخبات عالميه على طول، العب مع المانيا، العب مع انجلترا، العب مع الارجنتين، العب مع البرازيل، لازم العب مع الناس دي في اي وقت، مش لازم استنى قبل كاس العالم، لا انا عاوز العب بصفه دوريه في الاجنده الدوليه، لازم يبقى عندي ماتش مع البرازيل مره، مع المانيا مره، مع انجلترا مره، عشان يبقى انا بحتك بفرق كبيره وقويه، مش هيبقى كله بقى احتكاك بافريقيا، بقى افريقيا دي مش هتاكل عيش، احنا عايزين نروح كاس عالم على طول. بس السعوديه عملت كده واتغلبت، يعني لعبت المانيا واتغلبت. لا السعوديه، لا انا عندي يعني انا ما اقارنش بالسعوديه، انا عندي لعيبه دلوقتي بيلعبوا في الدوري الانجليزي ولاعيبه متالقه والكلام ده كله، انا ما استفدتش من الكلام ده كله. لازم استفيد منه. طيب اسالك اخيرا، مباراه السعوديه ممكن تشهد عناصر جديده، ممكن نحقق الفوز، ازاي الفوز هيفرق معانا معنويا؟ حتى انا مش عايز في ماتش السعوديه، مش عايز العب في التشكيل ولا جامد ولا اقول عشان فلان يبقى يلعب يبقى اكبر لعيب في المونديال والكلام ده، انا ما العبش في التشكيل الا في اضيق الحدود، حتى مع عدم اهميه المباراه. محمد الشناوي جاهز؟ نعم. حتى مع عدم اهميه المباراه؟ مين قال ان المباراة مش مهمة؟ مش هتفرق، مش هتوديك دور التاني. المباراة في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة. أنا لو كسبت السعودية بعمل بحسن الرقم بتاعي في كأس العالم. صحيح. دي مباراة في كأس العالم مش مباراة ودية. صحيح. دي مباراة في كأس العالم لما أكسبها هيتحط في الريكورد بتاعي إن أنا كسبت ماتش في كأس العالم، أنا من 34 لحد دلوقتي ما كسبتش ماتش في كأس العالم. ماشي ست النائب، ما اللعيبة اللي هننزلها دي لعيبة منتخب برضه، لعيبة دولية يعني. معلش أنا لا ما أجيش أنا أجرب بقى، لا مش هينفع. ما أجيش أجرب بقى في مباراة السعودية وأروح مغلوب. يبقى أنا ما حققتش حاجة، لازم أحافظ على التشكيل الأساسي وما ألعبش فيه. تمام، أنا بشكرك جدا يا سيادة النائب رضوان الزياتي الناقد الرياضي وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، كان معنا للتعليق على مباراة مصر والسعودية. هرجع تاني لضيفي، وعلى ذكر مصر حد قال لي كده ايه، كوبر اتعس واحد في العالم دلوقتي، يعني حزين على المنتخب اللي بيضربه، حزين على منتخب بلده، منتخب بلده يعني مالوش نصيب يفرح خالص. مش يعني يا رب ما نبقاش مكان كوبر في يوم من الايام، يعني حاجه وجع قلب والله العظيم. بس انا كان ليا تعليق صغير على كلام استاذ رضوان، طبعا استاذنا الكبير رضوان زياتي. بغض النظر عن ان هي هتتسجل لنا في تاريخ كاس العالم ان احنا قدرنا نكسب ماتش، هي ليها اهميه اخرى، ان هو هيفرق في التصنيف بتاعك، في تصنيف المنتخبات. تصنيف المنتخبات بيفرق معاك بعد كده في أكيد. الترتيب الشهري والتصفيات وهكذا. تمام، من ضمن مباريات اليوم مباراه الدنمارك، البعض بيقول ان الدنمارك هيبقى الحصان الاسود، ممكن يمشي بعيد في البطوله، ممكن كمان يكسب فرنسا ويتأهل اول مجموعه. تتفق مع المقوله دي ولا لا؟ ما اتفقش قوي. كرواتيا ممكن توصل، كرواتيا عندها لعيبه كويسه، عندها سكواد كويس.
ايسلندا ممكن بالالتزام الدفاعي بتاعها ممكن توصل. بص نجم الدنمارك كريستيان إريكسن لاعب توتنهام اكيد طبعا كل العيون عليه طبعا، هو اللي بيقود هذا الجيل. اتصور انه الامال معقوده عليه. هي الامال معقوده عليه وعلى يوسف بولسن جناح او مهاجم بيلعب في الدورين لايبزيج الالماني، على مثلا واحد زي كريستيان دولبرج لاعب اياكس امستردام، على كريستنسن مدافع تشيلسي. في عدد من اللعيبه بس هم مش كفايه ان هم يوصلوهم في مباراه قويه مثلا قدام البرازيل بعد كده او قدام المانيا او 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 مش هيبقوا بالقوه الكافيه ان هم يوصلوا بعيدا في البطوله. تمام، هسالك عن مباريات الغد البدايه من البرازيل وكوستاريكا الساعه 2. اعتقد هتبقى مباراه قويه، مباراه انا اشك ان البرازيل ممكن تحسمها بسهوله. البرازيل اولا في ايشو خطيره جدا في منتخب البرازيل، هي نفس اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه اللي هي فكره النجم الخارق. نيمار بيتصاب الدنيا بتبوظ. تمام، احنا معانا تقرير عن عوده نيمار للتدريبات المنتخب البرازيلي هنشوفه ونرجع مره ثانيه لحضراتكم. مرحبا بحضراتكم مرة تانية وما زلنا بنتكلم عن البرازيل. خالد، البرازيل ممكن تاخد كأس العالم السنة دي؟ المرشح الأبرز. الأبرز، هل في تغييرات على التشكيل في مواجهة كوستاريكا بكرة؟ أعتقد أنه في ظل عودة نيمار إلى التشكيلة الرئيسية، أعتقد أنه هيبدأ بنفس التشكيلة في ظل اقتناع تيتي بمدير فني البرازيل آسف بجابريال خيسز مهاجم مانشستر سيتي. أنا شايف أنه فيرمينيو فيرمينيو لا بديل عنه في تشكيلة البرازيل، وعامل موسم خرافي مع الهجوم. خرافي فعلا خرافي، وهو حل هجومي رهيب. جابريال خيسز معتمد في مانشستر سيتي على التوليفة بتاعة جوارديولا. التوليفة دي مش موجودة في البرازيل، ده أولا. مش لضعف القدرات الفنية عند اللعيبة أكتر من إن هي انعدام في او عدم ثقه في التشكيله المحيطه بيه، وعدم انسجام واضح ما بين اللعيبه وبعضها. عندك كوتينيو، عندك نيمار، عندك باولينيو، عندك لعيبه قويه جدا بس كلهم بيلعبوا وان مان شو، مفيش حد فيهم بيكمل التاني. فيرمينيو لاعب مرن، عنده قدره على ان هو يسقط تحت، عنده قدره على ان هو يطلع في الوينج ويسيب نيمار هو اللي يخش، عنده قدره على ان هو يبدل الادوار مع كوتينيو. لاعب مرن جدا، لاعب مش بس بيتمركز جوه المنطقه ويستنى اي كره خاطئه. تمام، هسالك عن نص ملعب المنتخب البرازيلي، كاسيميرو، باولينيو، كوتينيو، ممكن يواجه مشكله في مباريات الفرق الكبيره لما يلعب فرقه كبيره؟ لا ما اعتقدش، اعتقد انه ده من اقوى خطوط الوسط اللي موجوده في العالم، بس ميول هجوميه اكتر من دفاعيه. لا يعني عندك كاسيميرو وباولينيو، باولينيو لعيب مميز قوي في البوكس تو بوكس، بيعرف يزيد ويرجع مع انه جاي من الصين مستوى بدني اقل وهكذا وهكذا وهكذا، بس لما لعب مع برشلونه عامل موسم خرافي، بيجيب اهداف كتير، قوي جدا في الالتحامات الهوائيه وقوي جدا في التدخلات البدنيه اللي على الارض. كاسيميرو طبعا مش هنتكلم عن كاسيميرو، لعيب خرافي في خط الوسط، لعيب انا بقالي كتير قوي ما شفتش لاعب هاف ديفندر بالقوه البدنيه دي وفي نفس الوقت عنده كوره يلعبها زي كاسيميرو. لاعب بيعرف يصنع كور، بيعرف يزيد جوه خط منتصف منطقه المنافس، بيعرف يشوط ويباصي، بيعرف يعمل كل حاجه. طيب التعادل اللي حققه المنتخب السويسري امام المنتخب البرازيلي ممكن يفيده معنويا بكره قبل مواجهه صربيا؟ اعتقد ان صربيا مرشحه اكتر من سويسرا. عندها لعيبه قويه جدا، ميلينكوفيتش وكولاروف، لعيبه قويه جدا، بس الكره ما فيهاش لا تخلو من المفاجات. الجانب الاخر عنده برضو عنده شاكيري وعنده بيرامي وعنده عدد من اللعيبه الكويسين، بس اذا احتكمنا في النهايه الى القوه البدنيه واللياقه الذهنيه او الجاهزيه الذهنيه هنلاقي ان صربيا اقوى شويه من سويسرا. قد يكون التعادل بتاع البرازيل دافع ليهم، بس انا ما بؤمنش قوي بالحاجات الخارجه عن الطبيعه. ممكن تحصل بس انا ما بصدقهاش لحد ما تحصل. سويسرا غير مرشحه اطلاقا لعبور المجموعه.
اعتقد انه الثلاثه التانيين صربيا كوستاريكا البرازيل مرشحين اكتر للعبور، ابرزهم البرازيل طبعا، وهتبقى البطاقه الثانيه خناقه ما بين كوستاريكا وصربيا في الماتش الاخير. يعني تتوقع مين يحسم صراع التاهل؟ صربيا يحسم صراع التاهل مع البرازيل او كوستاريكا. يعني يتاهل البرازيل وكوستاريكا؟ اعتقد بنسبه كبيره ان ممكن البرازيل كوستاريكا اللي اتغلبت اول مباراه لسه ناقص مباراتين. لسه ناقص مباراتين، لكن انت بتقول البرازيل صربيا معاها 3 نقط وكوستاريكا ما معهاش ولا نقطه، وهي اتغلبت الماتش كوستاريكا اتغلبت وكوستاريكا اتغلبت وصربيا كسبت اول ماتش قدام سويسرا. ما زلت عند رايك؟ ما زلت عند رايي انه لسه احنا قدامنا ماتشين، البرازيل معاها نقطه وصربيا معاها 3 نقط، في الماتشين دول وارد جدا ان اي حاجه تحصل. كوستاريكا عندها ميزه مش موجوده في كتير من المنتخبات، هي ان عندها حارس مرمى انا بعتبره حارس مرمى تاريخي. ليه تاريخي؟ حارس مرمى من جنسيه مش بوبيلر في العالم، ما عندوش في بلده الامكانيات، ومع ذلك مقدم موسم خرافي. حلو، لكن انت برضو عند كلامك ان كوستاريكا اللي ما عندهاش اي رصيد من النقاط هتتاهل للدور الثاني. كوستاريكا والبرازيل. هندون الكلام ده وهنرجع تاني بعد دور المجموعات. نيجيريا ايسلندا الساعه 5، امال الافارقه كلنا بنبص بعد اداء المنتخب السنغالي، عايزين بقى نيجيريا وعايزين بقى تنطلق في ولا ايسلندا هتواصل المفاجاه؟ اتمناها نيجيريا، اتوقعها ايسلندا. اي نتيجه بتصب لصالح الارجنتين وميسي؟ نتيجه ان نيجيريا تكسب او تتعادل، انه لازم ايسلندا تقع. انا يعني هو عشان يتاهل المنتخب الارجنتيني لازم نيجيريا بكره تكسب ايسلندا او تتعادل معاها، عشان ايسلندا ما يبقاش معاها غير النقطتين دول، وارجنتين يبقى معاها نقطه واحده، ونيجيريا طبعا هيبقى معاها نقطه واحده برضه. طب نيجيريا ممكن كرواتيا حسمت خلاص مالهاش علاقه. نيجيريا ممكن تكسب ايسلندا ولا صعب؟ ما انا بقول لك اتمناها، اتوقعها ايه؟ اتوقعها ايسلنديه نظرا فنيا فنيا لا فنيا الارجنتين سوريا نيجيريا اعلى بكتير. عندها لعيبه قويه جدا 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 بدنيا وفنيا ومهريا بقى وكل الحاجات دي، بيلعبوا في اوروبا. الاداء اللي قدموه قدام كرواتيا هيختلف، ما كانش مقنع ولكنه ما كانش كارثي. فاهم قصدي؟ يعني كرواتيا كانت اعلى بكتير منهم، مش بكتير انا اسف، اعلى منهم، بس اداء نيجيريا ما كانش كارثي الى هذا الحد. يعني نتيجه 2-0 هي مش معبره قوي عن سير المباراه. اللي انا بقول عليه ان انا ليه بشوفها ان هي رايحه شويه ناحيه ايسلندا، ايسلندا منتخب واقعي. ايسلندا عنده فينا بوجاسون وعنده سيجورسن، عنده كام لعيب بيعتمد عليهم، وفيما عدا ذلك هو منتخب منظم جدا، ما بيتفزلكش قدام الجون بتاعه، ما بيتفزلكش في خط النص، الكوره الاقرب لعيب بيدور الكوره في وسط الملعب كويس قوي، بينقلها لخط الوسط الثاني عشان يشيل الضغط من على حارس المرمى ومن على الدفاع. في ظل هذه الواقعيه وفي ظل الانطلاق الهجومي للكره الافريقيه، ما اعتقدش ان نيجيريا ممكن يبقى عندها قدره على التعامل مع او ايجاد الحلول الفرديه قدام مرمى ايسلندا. مين في رايك ممكن يتاهل عن هذه المجموعه؟ ايسلندا، نيجيريا، الارجنتين. اتمناها ولا اتوقعها؟ لا تتوقعها. ايسلندا مع كرواتيا. مع كرواتيا خلاص. ايسلندا هتبقى مفاجاه البطوله، هتمشي بعد كده ولا خلاص؟ لا هي اول حفره وهت حلو. هنروح لتقرير ظريف جدا في مترو موسكو، عملوا شاشات عملاقة عشان الناس تتفرج على كأس العالم. خلينا نشوف التقرير ونرجع مرة تانية. بعد الإنجاز الذي حققه المنتخب الروسي بتحقيق الفوز في أول مباراتين له في المونديال وتأهله إلى دور 16، أخذت لعبة الكرة مكانة كبيرة لها في بلاد القياصرة، حيث قررت إدارة مترو موسكو بدورها أن تأخذ مباريات كأس العالم لمستوى آخر على عمق يتراوح بين 60 إلى 80 مترا تحت سطح الأرض. أكثر من 1600 شاشة تم تركيبها في قطارات مترو موسكو هذا العام، كان الغرض الرئيسي منها مد الركاب بالمعلومات والأخبار المحلية، لكن بعد إنجاز تاريخي للمنتخب الروسي تم إعادة برمجة تلك الشاشات للقيام بنقل البث الحي لمباريات بطولة كأس العالم. إنها رحلة ممتعة، أنا أستخدم المترو كثيرا والوقت يمر الآن بفضل كرة القدم، فأنا مشجع شغوف بكرة القدم وهذه الخطوة مفيدة جدا بالنسبة لي. وات واتشينغ دو
نائب رئيس مترو موسكو رومان لابتيبوف أكد أنه يستطيعون الآن أن يقولوا للركاب أن يتابعوا كأس العالم عبر الشاشات، خاصة في خط موسكو الذي يتكون من 12 محطة. نرى بعض الركاب يدخلون المترو عند بداية مباراة ما ويستمرون في ارتياده حتى نهاية المباراة، لذا خط موسكو الدائري يلقى شعبية كبيرة من العديد من المشجعين. تلك الخطوة لاقت ترحيبا كبيرا من سكان العاصمة الروسية، بالإضافة إلى مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم ومشجعي المنتخب الروسي بشكل خاص، الذين بدأوا يمنون أنفسهم بتحقيق إنجاز غير مسبوق في الاستحقاق المونديالي. كل الناس تحب تتفرج على كأس العالم طبيعي في أي وقت، هي البطولة الأكبر والأعظم في كرة القدم. خالد، بما أنك صحفي في موقع أس الإسباني، جريدة إسبانية في نسختها العربية، إزاي الإعلام هناك بتناول مسيرة المنتخب الإسباني؟ خلينا نقول أولا أن الإعلام الإسباني كان في حالة صدمة قبل بداية المونديال بسبب رحيل لوبيتيجي إلى ريال مدريد، وفي حالة تخوف من إيرو حتى الآن. الأمر ده بدأ يتلاشى شوية شوية مع مرور الوقت بعد التعادل مع البرتغال، خاصة ان انت يعني منتخب اسبانيا عمل جيم كويس قوي، بس البرتغال قدرت ان هي تعمل جيم احسن منه، هو قدر ينظم صفوفه الى حد ما بس مش هو المستوى المأمول من الاسبان. عندهم حالة تخوف وحالة شك وحالة رهبة من عدم استمرار المستوى بشكل عالي، بس في ثقة ان هم هيعدوا الدور ده وبعدين يشوفوا الموضوع ماشي ازاي بعد كده. بشكرك جدا خالد عامر، الصحفي والناقد الرياضي موقع اس الاسباني في نسخته العربية. شكرا. دي كانت حلقة النهاردة من هنا روسيا، نشوفكم بكرة في حلقة جديدة. تصبحوا على ألف خير.